العشوائيات مرض استشرى في جسد الوطن لعقود طويلة، حتى أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدء معركة كبرى سخرت فيها الدولة المصرية كافة إمكانياتها لتطهير مدن المحروسة من العشوائيات واستعادة وجه مصر الحضري وترسيخ أسس الحياة الكريمة لكل مصري. أطلقت الدولة المصرية مشروعها لتطوير العشوائيات منذ اليوم الأول في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستهدفة تطوير 160 ألف فدان من المناطق العشوائية والتي يبلغ عددها 357 منطقة على مستوى محافظات الجمهورية. بدأت الرحلة بمشروع الأسمرات الذي استهدف توفير حياة آدمية لسكان العشوائيات في عدة مناطق. تلاه مشروعات بشائر الخير والمحروسة والتي استهدفت أكثر من مليون مواطن بتكلفة تجاوزت 318 مليار جنيه. نجحت الدولة المصرية في نزع أنياب الفوضى من قلب القاهرة التاريخية وزرعت بدلا منها مساكن حضارية لأهاليها، مثل مشروع روضة السيدة زينب الذي حل بديلا لمنطقة تل العقارب، بالإضافة إلى مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون ومشروع تطوير منطقة عين الصيرة. ورغم التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية، استمرت الدولة المصرية في جهودها للقضاء على العشوائيات حتى العام الجاري، حيث نجحت في تطوير 312 منطقة عشوائية، بالإضافة إلى 30 سوقا عشوائيا في إطار خطة طموحة تهدف للقضاء على الأسواق والمناطق العشوائية تماما في عام 2030.